بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، حبايب النادي الأهلي وحبايب نادي الزمالك، جمهور النادي الأهلي، جمهور نادي الزمالك، أنا اسمي مشير حنفي. طبعا معظم الأجيال القديمة عرفاني، أنا حاصل مع النادي الأهلي 19 بطولة. يمكن أنا كنت حابب إن أنا أتكلم على اللي أنا هتكلم عليه دلوقتي يوم الأحد أو الاثنين في أول فيديو هنشره على القناة بتاعتي. ان شاء الله باذن الله اتشرف بحضراتكم. يمكن انا اتفرجت على برنامج دلوقتي في كابتن رضا سيكا بيتكلم على رموز من رموز النادي الاهلي، فما ينفعش ان انا اشوف او اسمع الكلام ده واسكت. يمكن انا اول مره او اول فيديو ليا ينزل لي الكابتن رضا سيكا طالع في برنامج الماتش بيتكلم على رموز من رموز النادي الاهلي، بيتكلم على الكابتن احمد بلال، بيتكلم على ان الكابتن صالح سليم والكابتن محمود الخطيب جري وراه عشان يضموه للنادي الاهلي. يمكن انا شيرت برضو على الفيس، قلت له رضا انت في غيبوبه. ليه في غيبوبه؟ لان التاريخ ما بيتنسيش. الكابتن احمد بلال اللي انت بتتكلم عليه دون فعلا حصل على بطولات اكتر من نادي الزمالك اللي انت كنت بتلعب فيه، مع احترام نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك، لان برضو كابتن رضا سيكا اتكلم كلام مش كويس عن نادي الزمالك، ده زعلنا انا، لان لعيبه نادي الزمالك لعيبه كلها محترمه. ما ينفعش ان انت تقول يا رضا لعيبه بتسيب الماتش عشان مدرب او عشان، لا، مفيش لعيب في مصر بيسيب ماتشات. مع احترامي لكل لعيبه نادي الزمالك لعيبه كلها محترمه، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت بتتكلم على احمد بلال. احمد بلال كان بيلعب مع الجيل بتاعنا، يمكن انا واحد من اللي موجودين، كنت موجودين معاهم. انا حصلت مع النادي الاهلي على 19 بطوله في الجيل اللي انت كنت بتلعب فيه. انت كنت بتلعب في الاسماعيلي، وما تنساش برضو ماتش 6-0 الاهلي والاسماعيلي، انت كنت موجود فيه، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الكابتن احمد بلال فعلا حاصل على بطولات اكتر ما انت خدتها اضعاف الاضعاف. اي لعيب في النادي الاهلي لو لعب سنه او اتنين ده شرف ليه، لو خد بطوله او اتنين ده شرف ليه. معلش انا هطول عليكم شويه، انا حبيت ان انا اتكلم على الفيديو ده لان استفزني جدا. وانا ان شاء الله باذن الله يوم الاحد او الاثنين هنزل اول فيديو للقناه بتاعتي، واتمنى من حضراتكم كلكم تكونوا مشاهدين للقناه وتكونوا موجودين معايا. واتمنى من كل اصحابي واصدقائي وكل المحبين لمشير حنفي والنادي الاهلي او نادي الزمالك يشاركوني في قناتي، وان شاء الله باذن الله هتشوف فيها كل الجديد وكل الاحداث الرياضيه، ونتكلم فيها بشفافيه تامه عن الاحداث الرياضيه اللي موجوده على الساحه الكرويه. شكرا لحضراتكم، معلش انا طولت عليكم وانا اسف. بس انا ما ينفعش ان انا اشوف واحد بيتكلم على لعيب من النادي الاهلي واسكت. يمكن اول فيديو اعمله ده في حياتي وهنشره عشان الكابتن رضا سيكا يراجع حساباته. وانا برضو بكرر وبقول ان انا على الفيس قلت الكابتن رضا سيكا، مش عايز اقولها، يعني ما ينفعش ان انا اقولها لاحد ابناء النادي الاهلي، ان هو يراجع حساباته. ما ينفعش ان انت تهين او تتكلم على اي رمز من رموز النادي الاهلي يا رضا، لان التاريخ ما بيتنسيش. لان احمد بلال انت بتقول اسمه احمد اجوان لان هو كان هداف النادي الاهلي. معلش انا طولت عليكم، انتظروني ان شاء الله باذن الله في قناتي. وارجو من كل المشاهدين اعمل لايك وفعل الجرس وخليك معايا في قناه مشير حنفي. شكرا.